بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة ومهمة جدا جدا. يعني أنا يعني لفتت انتباهي وجبت البحث وجمعته، ولقيت كمان أبحاث أقدم منه معددة له. هنعرض كل ده في حلقتنا النهاردة، وهنتكلم عن موضوع خطير جدا وهو تضخم عضلة القلب. هتستغرب لما أقولك إن أعلى نسبة سبب الوفيات في العالم ليس حوادث الطرق، وليس السرطان، وليس السكر، ولا الحاجات دي كلها. كل دي نسب وفياتها عالية، ولكن أعلى نسبة وفيات في العالم بتبقى من أمراض القلب، وعلى رأسها تضخم عضلة القلب اللي بيؤدي للهارت فيلير أو فشل القلب. فلو في عندنا مادة موجودة في البيت، مادة طبيعية مهمة جدا مذكورة في القرآن، زيت الزيتون لحماية عضلة القلب، وفي عندنا بحث أبحاث دايما بنتكلم أبحاث علمية بتثبت كده وبتدعم ده بالتجارب العملية، يبقى احنا كده عندنا كنز كبير جدا. ده اللي قدامنا النهاردة من البحث الشيق الجميل ده اللي معمول في جامعة كلية الطب جامعة حمدان أو همدان، أنا معرفش اسم المدينة بيتنطق بالحه ولا بالهاء. جامعة حمدان عاملاها مجموعة بحثية على رأسهم الدكتورة فاطمة رمضاني علي أكبري أو رمضاني علي أكبري. البحث معمول في كرمانشاه في إيران، مدينة في إيران يعني جامعة حمدان. والبحث يعني جماله في إنه هو بيثبت لنا أو بيجيب لنا فايدة جديدة لزيت الزيتون. هنتكلم عن البحث وإزاي نستعمل زيت الزيتون لحماية القلب ووقايته من عملية التضخم ده. إيه هو التضخم ده؟ وبيحصل إزاي؟ وبيحصل إمتى؟ وهل لو حصل التضخم ده إحنا ناخد زيت الزيتون ولا لأ؟ نوقف أدوية القلب ولا لأ؟ يعني الموضوع كله هنقوله بالتفصيل. فالتضخم بقى بتاع عضلة القلب هو شيء غير طبيعي. عضلة القلب لما بتتضخم ده مش حاجة حلوة تقول ده بقت كبرت وبقت عضلة أكبر يبقى هتضخ دم أكتر. بالعكس، كل ما تتضخم عضلة القلب كل ما تفشل في أداء وظيفتها. البطينات تتضخم كده، فالتجويف اللي جوه بتاع اللي بالدم بيخش فيه يضيق، تبص تلاقي الضغط مش عارف يطلع دم، فيحصل مع الوقت تفشل عضلة القلب ويحصل حاجة اسمها هبوط في عضلة القلب أو هبوط في القلب أو فشل في القلب. وده طبعا شيء خطير جدا، يؤدي الى استسقاء، المية تتحوش في الجسم، ومشاكل في الكلى، مشاكل كتيرة جدا جدا. وزي ما قلنا ان ايه من اخطر الامراض امراض القلب. فالجماعة بقى الايرانيين دول نشروا بحثهم في مجلة كبيرة اسمها BMC Cardio Vascular Disorders في اواخر سنة 2024. عملوا ايه بقى؟ جابوا الفئران وقسموهم لثلاث مجموعات. مجموعة دايما دي الكنترول بتاعتنا، خلاص اركنها على جنب. مجموعة تانية ادوها مادة سامة، مادة بتضر القلب بحيث تخلي القلب يتضخم ويدخل في عملية الهبوط بتاع القلب ده، يبقى عضلة متضخمة يجيلهم المشكلة دي وأنسجة قلبهم تبوظ وتبقى زي الواحد اللي عنده تضخم في عضلة القلب. مادة اسمها ديجالاكتوز. ومجموعة التالتة بقى المهمة دي ادوها المادة اللي بتبوظ عضلة القلب دي وبتخليها تتضخم، بس معاها زيت الزيتون. يدوه لهم في الأكل كل يوم لمدة 8 أسابيع. تقولي 8 أسابيع دي فترة قليلة؟ هي قليلة بالنسبة للبشر شهرين، لكن هي بالنسبة لعمر الفار فترة عمر طويلة قوي، لأن الفار كل عمره يعني هو بيبقى 24 شهر، فشهرين دول فترة تعتبر زي إيه؟ زي 3 سنين كده، لكنك أنت استعملت زيت الزيتون ده 3 أو 4 سنين. طيب النتيجة بقى هتبهرك جدا جدا لما هتشوف الأنسجة، إزاي الأنسجة بتاعت القلب اتحمت من عملية التضخم ده. هنشوف الشكل بسيط كده بسرعة. ادي يا سيدي النتائج، الثلاث صور عندنا همت. اول صورة ده الكنترول
أنسجة قلب سليمة، ناس فران شباب قلبها سليم، شايفين الخيوط بتاعة الخلايا طبعا دي متكبرة وجواها اللي بيسموه الكاردومايوسايت اللي هي خلية عضلة القلب اللي بتنقبض على طول. الصورة اللي في النص دي بقى خلايا عضلة القلب اللي عجزت وشاخت ومتضخمة، وتبص تلاقي شوف التموجات بتاعة الأنسجة بتاعة الخلايا والفراغات اللي بينها، فعلا نسيج يعني تعبان وقدرته على العمل ضعيفة جدا. ده الصورة اللي في النص، الصورة بي. الصورة بقى التالتة رقم سي اللي على اليمين دي، الفرام ادوها نفس المادة اللي بتضر عضلة القلب بس معاها زيت الزيتون، تحس انه ولا كأن جرى لها حاجة ولكنها خدت مادة سامة. فاحنا عندنا احنا بندي المادة السامة دي عشان القلب يتعب عند الفران. الفران ما بتتعبش، ما بتفكرش، ما بتشربش سجاير، ما بتشمش عوادم وملوثات طول النهار، ما عندهاش ضغط عصبي ونفسي وأزمات وحروب ومشاكل طول الليل وطول النهار، ما بتسهرش كتير، عايشين يعني كما خلقهم الله. لكن احنا كل العوامل اللي قلتها دي بتأدي دايما لمشاكل، إلى جانب الحاجات الوراثية. ممكن تلاقي الضغط يعلى قوي، ضغط الدم عالي جدا فيتعب القلب مع الوقت، تبص تلاقي عضلة القلب تضخمت. فزيت الزيتون ثبت في البحث ده إن هو بيحمي عضلة القلب. فلاقوا إيه؟ لقوا في انخفاض في قطر خلايا القلب عند الفئران اللي خد زيت الزيتون ده، وزيادة في مضادات الأكسدة، انزيمات اللي بتطلع مضادات للأكسدة والكلام ده شغالة كويس جدا، انخفاض في مؤشرات الإجهاد التأكسدي. الجينات اللي بتساعد أو بتزود صحة الميتوكوندريا بتاعة خلايا القلب اشتغلت وبتطلع مواد بتفيد أو بتشغل الميتوكوندريا كويس. انخفضت مؤشرات موت خلايا القلب، خلايا القلب صحتها اتحسنت وبقت شباب اكتر. يعني باختصار زيت الزيتون ساعد قلوب الفئران انها تظل شباب، خلاها تفضل فترة الشباب وتحارب الاجهاد وتتفادى التضخم المرتبط بالشيخوخة. حاجة جميلة جدا جدا. انا طبعا شفت البحث ده والدكتورة فاطمة أو فاطمة زهيدي أو رمضاني دي، يعني شفت لها بحث كمان سنة 22 برضو عن إن زيت الزيتون بيقلل من إعادة تشكيل القلب بعد الجلطة. يعني بعد الجلطات اللي بتحصل في القلب بيحصل تغيرات فيه، ده تغيرات ضارة طبعا، هو بيقلل من التغيرات الضارة دي، بيقلل من التغيرات الضارة دي بعد الجلطة. يعني إذن برضو حتى لو حصل الجلطات في القلب يبقى كويس إن احنا ناخد زيت الزيتون. طيب بحث تاني اسمه معمول سنة 2012، بيقول لك زيت الزيتون بيفعل جينات الحماية بتاعة القلب، ماشي، ودي برضو معمول على فئران التجارب. بحث بقى معمول سنة 2006، وانا هسيب لكم كل الابحاث دي في المصادر، بيقول لك زيت الزيتون بيحسن من وظائف الاوعية الدموية، وفعلا معروفة، بقت معروفة دلوقتي من 2006 بقى وشيع الخبر، بيحسن وظائف الشرايين والاوردة ويقلل الكوليسترول الضار ويقلل الاجهاد التأكسدي والمواد عادم المؤكسدة والضارة. حاجة منافع كلها خير كويس جدا. طيب نعمل ايه بقى عشان ناخد زيت الزيتون نخليه في نظامنا الغذائي على طول؟ نعمل حاجة يعني زي اللي بيقولوا عليها الميديترينيان دايت، اللي هي وجبة الغذائية بتاعت الشرق أوسطيين دول، بتبقى دايما زيت زيتون ومعاه، تحطه بقى مع جبنة، تحطه مع أكل، دايما تخليه في الأكل، تحطه على السلطة دايما. لك دراسة من 3 لـ4 معالق من أو ملاعق بقى باللغة العربية الصح من زيت الزيتون يوميا تحطهم على الأكل بتاعك. طبعا لو يعني لو اوريدي خلاص عندنا في القلب عضلة متضخمة،
احنا وفي دكاترة كاتبين لنا علاج وأدوية، ممنوع ان احنا نوقف الأدوية والعلاج، ولكن نضيف او نستعمل الى جانب هذه الأدوية وهذه العلاجات نستخدم زيت الزيتون. فممنوع منعا باتا ان نوقف الأدوية اللي الدكاترة كاتبها لنا. ده اللي عندنا النهاردة، ويعني إذا عجبتكم الحلقة نعمل لايك ونشترك في القناة، وإلى لقاء في حلقة قادمة وبحث علمي مفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.